الاستنساخ هو عملية يتم فيها إنتاج نسخة طبق الأصل جينيا من خلية نسيج أو كائن حي، ويطلق على النسخة الجديدة اسم أو مصطلح مستنسخ. وتعتبر النعجة الأسكتلندية الضولي أشهر كائن حي مستنسخ. للاستنساخ عدة أنواع، من بينها الاستنساخ الجيني، وهي خاصة باستنساخ حيوان كامل عن طريق أخذ بويضة وتفريغها من المادة الوراثية واستخراج المادة الوراثية من نواة خلية جسم الحيوان، وليكن الجلد على سبيل المثال، ثم توضع هذه المادة الوراثية داخل البيضة الفارغة عن طريق حقنها أو باستعمال التيار الكهربائي. يتم زرع البويضة الجديدة في أنبوب اختبار، ثم تنقل البويضة إلى رحم أنثى تدعى الأم البذيلة لتحمل بها وتلدها بالطريقة التقليدية. والاستنساخ الجيني هي الطريقة التي تم استعمالها في استنساخ النعجة الشهيرة دولي. النعجة دولي هي أول حيوان ثدي يتم استنساخه بنجاح من خلية جسمية، ولقد تم استنساخها في معهد روزلين في جامعة إدنبرا الأسكتلندية بالمملكة المتحدة. النعجة دولي ولدت في 5 يوليو تموز عام 1996، وقد كشف النقاب عن وجودها بعد استنساخها بأكثر من نصف سنة كاملة عام 1997. ولدت 4 مرات بشكل عادي خلال حياتها، مما يؤكد بأن الكائنات المستنسخة تتكاثر بشكل عادي. ماتت دولي عن طريق القتل الرحيم في 14 فبراير عام 2003، وهي تبلغ من العمر 6 أعوام إثر تدهور حالتها الصحية بسبب ذات الرئة بعد تشخيص إصابتها بمرض الروماتيزم أو التهاب المفاصل. هذا المرض عادة ما يصيب النعاج المتقدمة في العمر، مما أدى لحدوث جدل حول مخاطر الإصابة بالشيخوخة المبكرة لدى الكائنات المستنسخة. فحياة النعجة دولي القصيرة جعلت الكثير من العلماء يعتقدون بأن الاستنساخ يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وما يرتبط بها من أمراض. لكن كشفا بالأشعة السينية لهيكل النعجة العظمي والذي هو محفوظ في المتحف الوطني الأسكتلندي، جعل العلماء يؤكدون بأن إصابتها بتسارع التهاب المفاصل أو الروماتيزم بسبب الشيخوخة المبكرة لا أساس له من الصحة، حيث أن ما أصاب دولي لا يتعلق بالشيخوخة المبكرة، وإنما كان عاملا مشتركا لدى جميع الحيوانات المشابهة، وأن التهاب المفاصل الذي أصاب النعجة دولي أمر طبيعي مماثل لدى الأغنام الطبيعية يحدث لها عندما تبلغ من العمر من 7 إلى 9 سنوات.